ماذا يفعل السيليه؟ تقدم ماجد محمد ثم عاد وتقدم من جديد وفرصه الثاني عملوها خلصوها والثنائيه سجلوها والى المربع الذهبي بالفعل حتى اللحظه الريان وتباتا تباتا 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 يسجل احد اغلى اهدافه هذا الموسم ومن ضربه حره خدعت الجميع وخدعت الحارس المتالق كولودامين لتعانق الشباك ليتقدم الريان بتاني الاهداف. نعم انه تاني الاهداف اصطدمت في الارض على طول ودخلت في الزاويه البعيده لتعلن عن هدف تاني للريان. سبحان الله في الوقت الذي يسجل فيه السيليه في مرمى قطر ويجمد رصيد قطر عند النقطه 39 يتقدم تباتا ويرفع رصيد الريان عند النقطه رقم 42 ليس فقط بل يتفوق على النادي العربي صاحب المركز الريان الى المركز